انا مشرفينا النهارده، احنا سعداء جدا بيك وشايفه يعني الاجواء، الناس موجوده بقوه ما شاء الله. وخلينا نعرف حتى الساده المشاهدين الاول عن الباند وفكره الباند اللي بدات من 2011. احنا فؤاد ومنيب مؤلفين موسيقيين، انا عازف بيانو، منيب عازف كمانجا. المزيكا بتاعتنا كلها اوريجينال كومبوزيشنز مع الميني اوركسترا بتاعتنا، كل مقطوعه ليها قصه شخصيه تخصنا، فاحنا بندعي ان احنا بنعرف نعبر عن مشاعرنا وعن تجاربنا الحياتيه من خلال المزيكا بتاعتنا، وسعداء جدا ان احنا النهارده في مهرجان العالمين. طيب بالنسبه لوجودكم في مهرجان العالمين النسخه الثانيه، عايز اعرف منك ليه كنت حريص ان انت تكون موجود، وفكره دعوتك لان انت تقدم مزيكتك في النسخه الثانيه مهرجان العالمين ومكان مميز قوي من المسرح الروماني كمان. بصي الحقيقه، اولا انا فكره المهرجان العالمين نفسه دي فكره مبهجه جدا بالنسبه لي، يعني مصر من قلبي والله من غير اي مبالغات، احنا طول عمرنا احنا مهد الفنون، ففكره ان مهرجان بمستوى الانتاج ده وبهذا الاهتمام الكبير من الدوله ان احنا نبين للعالم كله مدى اهتمامنا بالفن كركن رئيسي من مكونات النفسيه المصريه، مش مجرد جانب ترفيهي وحاجه تحصل على هذا الدعم، ده كان شيء بصراحه محتاجينه جدا ومفتقدينه بقالنا كتير. جينا النسخه اللي فاتت من المهرجان، وقتها كان المسرح ده تحت الانشاء وشفته من بره وتخيلت قد ايه هيبقى صرح كبير، انبهرت بحجم الانجاز بسرعه ان هو يبقى النسخه الثانيه على طول المسرح جاهز وشغال على اعلى مستوى. حاسس انها حاجه انا هفتخر بيها في المستقبل قدام اولادي، ان من اوائل الحفلات على هذا المسرح الكبير اللي انت كنت موجود. انا كنت موجود، وفعلا مسرح على مستوى عالمي، فانا حقيقي متشرف وحاسس ان في تاريخ بيتعمل ومبسوط وفخور ان انا اكون جزء منه. طب بما انك بقى كنت موجود من قبل ما المسرح ده يبقى يعني يخلص بالكامل، قولي ايه رايك في المسرح بعد ما شفته بقى بعد الانشاء، بعد ما تعمل انشاء؟ مسرح مبهر فعلا على كل المستويات، واكتر حاجه مبهره زي ما بقول لك التايم فريم، ازاي ده انجز في الوقت ده. انا ومنيب عملنا حفلات في اماكن كتير في العالم، وكنا مفتقدين مستوى من الكواليتي كده، فجاه في يوم وليله بقى موجود على ارض مصريه يعني. فكمان في فاليو سنتمنتال قوي، ان لما بفكر فيها ان العالمين في يوم من الايام كانت عباره عن حقل الغام كبير، فجاه بقت يعني مركز ثقافي عالمي، شيء بصراحه مشرف ويدعو للفخر يعني، وفخور ان انا اكون جزء من ده حقيقي. احنا كمان فخورين ان انت كمان معانا النهارده الحقيقه يا محمد، بس برضو عايز اعرف منك استعداداتك بقى ل يعني قبل الحفله بوقت قليل، احنا دلوقتي خلاص دقايق قليله وهتبتدي الحفل، استعداداتكم ايه للحفله؟ يعني احنا طبعا بنبدا تحضير الحفله قبلها باسابيع ان ما كانش شهور، مش هنا طبعا في القاهره، بنعمل بروفاتنا، بنحضر البروجرام المناسب للمكان والمناسب للحفله، بنعمل بروفاتنا وبعدين بنيجي هنا في اليوم الاخير. خلصنا الساوند تشيك، يمكن كان تحدي شويه ان المسرح مكشوف، فبنضطر ان احنا نعمل ضبط الصوت في بدري في الشمس. الشمس كانت قويه النهارده. ده حقيقي، ولكن يعني الحماس والفرحه ان احنا هنبقى النهارده جزء من مهرجان العالمين من نسخته الثانيه، اللي هي اكثر حتى تطورا بكتير من النسخه الاولى اللي هي كانت عظيمه، بس فكره ان الدنيا بتمشي لقدام، لوكينج فورورد بقى النسخه الثالثه هتبقى عامله ازاي والرابعه، فاقصد الحماس والفرحه ان احنا هنشارك في ده يعني هونت علينا مشقه اليوم. دايما بقول انه يعني مشفقه على اداره المهرجان، لان هم علوا الاكسبكتيشنز قوي، علوا التوقعات قوي عندنا، فمش قادرين نتخيل النسخه الثالثه هتكون عامله ازاي. طيب انت قلت لي دلوقتي يا محمد انه انتوا بتعملوا استعدادات لازم تكون مناسبه للمكان بشكل كبير، بالنسبه للمكان هنا كانت ايه الاستعدادات المختلفه؟ بصي هقول لك، زي ما قلت لك الموسيقى بتاعتنا هي اوريجينال كومبوزيشنز، مؤلفات اصليه بتعبر عن حالتنا النفسيه، ففي مقطوعات كتير كنا زعلانين فيها، حالتنا النفسيه مكتئب وبعض منها هيتعزف النهارده، بس احنا بنراعي دايما انه في الحفلات المسرح مكشوف معظم الناس جايين صيف، في صيف مهرجان بالظبط، فبنكشور ان احنا نعمل بالانس في البرنامج انه
المزيكا ما تكونش دراميه قوي، نحط في البرنامج اكتر مقطوعات مبهجه، ومع ذلك احنا مش ضد المقطوعات اللي مش مبهجه يعني، هي ستيل موجوده معانا برضه. وفي الاخر هي اكسبريشن يعني، مش معنى حد حزين عبر عن اكسبريشن بقى مبسوط، ان النهايه في الاخر بتاعه اي قطعه فنيه هي مشاعر ايجابيه حتى لو بتعبر عن مشاعر سلبيه طبعا. طب في اي حاجه جديده النهارده؟ في عمل جديد يعني، هو الحقيقه هو جديد وقديم يعني، انا ومنيب اشتغلنا عليه من سنين، ولكن اول مره نعمله الاوركستريشن يعني، انا كنت مألفه من زمان ومنيب وزعه علشان يفيت الاوركسترا، فيعتبر جديد، ما اتعزفش قبل كده في حفله لايف بالاوركسترا، ده عاملينه مخصوص عشان. عايز تقول لنا اسمه ايه؟ اسمه رقصه المطر. دي مفاجاه يا جماعه، في ريفيلينج دلوقتي، واسمها ايه بقى؟ رقصه المطر. رقصه المطر دي مناسب للجو؟ لا ده سعيد، ده رقصه يعني. ايه في مطر برضو؟ يعني الواحد مبسوط وبيرقص تحت المطر وبتاع، في مشاعر كويسه. محمد، لو هتحضر كونسرت من الكونسرتس اللي هتتعمل هنا في او في مهرجان العالمين في اليو ارينا، نفسك تسمع مين او نفسك تحضر لمين؟ للي موجودين يعني دلوقتي ولا ان جنرال؟ اللي انت تختاره. انا يعني انا فعلا احب ان انا انقل حياتي هنا طول فتره المهرجان واحضر كل اللي بيتعمل، لان فكره انه في دايفرستي يعني، في تنوع كبير جدا، في اوركسترا، في امبارح كانت الفنانه الكبيره ماجده الرومي، حتى في راب ميوزك، في ويجز يعني، في حاله من ان حتى النهارده احنا فؤاد ومنيب مؤلفات موسيقيه واوركسترال، وفي اكت تاني طبله ست بيلعبوا حاجات كالتشرال اكتر وشعبيه، ففكره ان في كل حاجه وكلها بهاي كواليتي، دي حاجه تخلي الواحد عايز يفضل هنا للابد يعني. دي حقيقه، انا اتفق معاك. اخيرا بقى يا محمد، بالنسبه لك التواجد ده، تواجد الجمهور ده بالنسبه لك مرضي ولا كنت متوقع اقل ولا كنت متوقع اكتر؟ يعني انا بالنسبه لي يعني كفنان انا طماع دايما في اكتر اكيد، بس الحقيقه اللي انا ملاحظه ان التوافد السنه دي بشكل واضح اكتر بكتير من النسخه الاولى. الناس خلاص بالاول ما كانواش عارفين يعني ايه مهرجان العالمين، مش عارف هيروح يتبسط ولا لا، بعدين تابع بقى في التلفزيون، فاول ما تم الاعلان عن النسخه الثانيه الناس اظن ان هم قالوا لا مش هنفوت الفرصه دي، فلا طبعا الجمهور مرضي، طبعا الفنان طماع دايما عايز أكيد. بس انا شايف المسرح اولموست فول، فمع يعني ما شاء الله، فالحمد لله طبعا لسه في ناس بره على فكره. اوكي يعني انا سعيد جدا الحقيقه ومتحمس، وان شاء الله نعمل حفله تسعدكم النهارده ان شاء الله. انا اتمنى لكم كل التوفيق، وسعيده جدا بلقائي معاك النهارده، وجود لك، وهنسمع بقى رقصه المطر مع بعض. ميرسي جدا، اتمنى يا محمد. ميرسي، نور تاني.